مستوى راقي بالنسبة لهذا اللقاء، ما شاهدناش أشياء كبيرة. نعم ما شاهدناش أشياء كبيرة، وكذلك غياب الكل للجمهور، لأن النكهة يعني الطعم هو لما يكون جمهور. يوسف نظن أنه الفريقين قبل إجراء هذا اللقاء يعني كانوا بناء بنفس النوايا، لأنه فريق عاد بفوز من باتنا وفريق يعني خارج من خسارتين متتاليتين في ملعبه. نظن أنه فريق اتحاد الحراش عرف كيفاش يسير زمام المباراة. كانت اللقطة الأولى سجل فيها الهدف كانت هي الأولى. نظن أنه فريق الاتحاد عرف كيفاش مصطفى قبل ما ربما أنت مشيت نوعا ما في المباراة، لكن نعم. مع ذلك حاب نتكلم ونتوقف عند عز الدين دوخة حارس اتحاد الحراش ليدخل مباشرة في اللقاء بما أنه صد كرات خطيرة جدا. نعم عز الدين كان شكيرا وهنا لا هو عز الدين يعني في كل لقطة يكون لازم يكون وهذه لقطة الهدف بالنسبة للعيساوي سنعود بعدها ل نعم هذه اللقطة كان مرها له اللاعب المسعودي في العمق. نظن انه الاتحاد الحراش هذه اول لقطة يوسف لاتحاد الحراش عرف كيفاش يستغلها اللاعب عيساوي، وين شاف الحارس نعم شاف الحارس بضعة امتار خارج وعن يرفع الكرة فوق راسه. نظن انه هدف جميل لعيساوي. هنا فيه نقاش كبير، هل هي تمريره او انه شاف الحارس؟ انا حسب رايي نتكلم حسب رايي شاف انه زمموش يعني دار امبا كما يقول خارج الاخر، ما كانش عنده قرر مركز يتمركز على زوج في زوج رجليه رفع له الكره يعني في نفس الوضعيه. كنت ندير نسمح لي برك بما انه صديق وزميلك الثاني نعم في اتحاد الحراش، هو كانت النية عيساوي باش يلعب بكرة شكل توزيعة نعم. يعني كما نقول احنا رطلو صنط تاعو تمارك البيت على غير قصد نعم. وهنا المخرج يقول لي قلت لك تمريرة لأنه يلعب جيدا كرة القدم. أيضا عبد الغني بالإحصائيات الفريقين كنا ننتظروا في أكثر من هذا، لكنه دربي آخر ودربي عاصي دربي آخر دربي عاصي من نقدر نتوقع على في أي كل يعني السيناريوهات. بالنسبة لاتحاد العاصمة عندنا الانهزام الخامس منذ بداية الموسم، أول انهزام في الديار بما أن اتحاد العاصمة هي اللي استقبلت. سامح لي هنا عبد الغني نقاطعك، أيضا تصرفات أيضا تلفت الانتباه بالنسبة لبولايب في كل قبل ما تعطينا الإحصائيات في كل مباراة ديربي نلقى تصرفات لا تليق بمدرب كبير مثل بوعلام شارف، حتى مصور تلفزيون في هذه الصورة لم نعد نفهم بوعلام شارف في حقيقة الأمر. والبطاقة الحمراء الثانية لبوعلام شارف في نفس الديربي يعني تلقى بطاقة حمراء في الذهاب وفي الإياب، وهذا الشيء من المفروض أنه يكون مربي والضغط يكون على المدرب. ونقول لك أنه المدرب الوحيد اللي تلقى